نشأة ليلى تفجير في قلب مربع تجاري في الهرمل وسقوط 3 شهداء و46 جريحا. الانتحاري استطلع الموقع قبل التفجير وسيارته غادرت وعادت وصاحبها يقول من 28 الثاني. محكمة دولية بالألوان والكشف عن مسار الميتسوبيتشي للمرة الأولى. سعد الحريري من لاهاي. لقد هالنا بالتأكيد أن تكون هناك مجموعة لبنانية موضع اتهام مسند إلى أدلة وتحقيقات واسعة. وفي هوامش المحكمة سعد محاط ونظرات شبهة لجميل. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل.